أصلا مرحبا بكم في فيديو جديد من شابتر الرفلكس ميوتاتيك اللي فيه ان شاء الله باش نحاولوا نقدمه في الشابتر هذا وباش نشوفوا حاجات جديدة. دونك تابعوا معايا الفيديو. مرحبا بك مرة اخرى. هات نعملوا شوية رابيل وشوية نتفكروا الحاجات اللي شفناهم. قلنا انه الستيمولوس نتاع الرفلكس ميوتاتيك هو اللي تيرمون، معناتها الحاجه اللي تخلي الرفلكس ميوتاتيك يصير هو اللي تيرمون، هذاك علاش نسميوه الرفلكس دي تيرمون، ولا زاد نسميوه الرفلكس ميوتاتيك ولا الرفلكس دو لا بوستور، خاطر البيوت الماجور نتاعو اول حاجه واهم حاجه يعني البيوت نتاع الرفلكس هذا هو المانتيان دو لا بوستور، البوزيشن تكون يعني البوزيشن العاديه للاورجانيزم نتاعنا. اوكي باهي. Quelle définition nous avons? C'est une réaction de contraction correctrice du muscle qui s'oppose à son propre étirement. Le muscle, par un accident, sert l'étirement, il se contracte, puis il revient à l'état initial. C'est un réflexe, donc c'est une réaction de contraction correctrice. Donc le muscle technique, il s'oppose du muscle qui s'oppose à son propre étirement. بي هات نذكر مع بعضنا شوية حاجات. بي ناخذ المسكل نتاعنا. بي دونك هذه سمينا هذه توندون، قلنا المسكل يكون شادد في اللوس بالتوندون نتاعو. اوكي دونك هذا اللوس نتاعنا، هذيك التوندون وهذه توندون اخرى. بي وهذا المسكل. بي قلنا ديما فما دو مسكل نسميهم انتاغونيست. بي ولا مش بي؟ تصور مفهوم. باهي علاش سميناه مونتاغونيست؟ اوبليغاتوارمون وقت اللي هذا سو كونتراكت هذا دوا سيتيري، العكس لي باهي. تخيل هذا سو كونتراكت، معناتها هذا باش يصغر باش يمشي هكا. باهي اليد هذه ولا الساق هذه شو يصير لها؟ باش تطلع ولا دونك تطلع، هو مادام باش يتسكر يعني حاول تتخيلها شوي باش يتسكر، دونك هذا باش تطلع. وهذا سو كونتراكت شنو يعمل؟ كان هذا سو كونتراكت دونك هذا كي صغار يحاول يهبط لو هذا لوطا، دونك اليد باش تهبط. اسكو لوجيك او ميم طون يعني اليد لازم تطلع وتهبط؟ لا. دونك وقت اللي هكاك الرفلكس يصير، وقت اللي المسكل هذا سو كونتراكت يعني الفوقاني سو كونتراكت، اوبليغاتوارمون المسكل الصغير دوا سيتيري. اوكي دونك وقت اللي هذا سو كونتراكت هذا لونتاغونيست سيتير. باهي اجا ناخذوا بنظافه المسكل نتاعنا مره اخرى. دونك هذا لوس نعملوه كبير شويه. بيه هذه طندون وهذه طندون أخرى. هذا الميوسكل دونك هذا الميوسكل الانتاغونيست نتاعو. بيه يركزوا معايا شوية. بيه الرفلكس متاديك باش يبدا شنو هو ستيمولوس نتاعو؟ اتيرمون، يعني هذا الميوسكل نتاعو صار لي اون بريف اتيرمون، ماشي هكا سيتير معناها تجبد على جنب. بيه شكون شي ديتكتي هذي؟ شكون شي ديتكتي هاللي تيرمون هذا؟ اول حاجه شي ديتكتاها اللي هي في زونورو مسكولير، سي تا ريسبتور سنسوريال انترافيزال موجود في وسط المسكل، باش نحكيو عليه بالكدا. دونك عندنا لهنا حاجه سميناها شنيا؟ الفيزو نورو مسكولير. باه شنو هو دور الفيزو نورو مسكولير هذا؟ باه شفتوا الفيزو نورو مسكولير الدور نتاعو سهل على الاخر. دونك هذا الفيزو نورو مسكولير نسميه فيزو نورو مسكولير، الدور نتاعو يحول لي لي تيرمون هذاك لي تيرمون اللي يجي يردو ميساج نيرفو ولا يردو سينيال الكتريكي كيما تحب انت. علاش؟ خاطر في الاخر شكون باش يعمل التريتمون تاع الانفورماسيون تاعي؟ شكون باش يحللها المعلومه ويفهم ولا يعرف انه الميوسكل صارت له موديفيكاسيون يلزم يرجعو كيما كان؟ هو السونتر نيرفو. السونتر نيرفو ما يفهمش معناها تيرمون، ما يفهمش معناها بريسيون، ما يفهمش شالور، ما يفهم حتى شيء، يفهم كان الميساج نيرفو. الميساج نيرفو نعملو فيديو وحده ونعرفوا انواع الميساج نيرفو وكيفاش نتعاملوا معاهم. دونك الفيزو نيرو مسكولير نحبك تعرفوا ستان ريسبتور سنسوريال، دونك هي بالعربي تجي متقبل حسي. دونك فهمتوا هو الفا كونفيرتير الميساج هذاك، دونك الاستيمولاسيون ميكانيك لي تيرمون يحولها او ميساج نيرفو. باش نحكيو عليها بالديتاي راه، دونك نحبك تفهم جينيراليتي باش تعرف احنا كل بارتي نعملو فهم ديش ضايع، فهمت يعني تعرف احنا فين بالضبط. دونك صار لي ايتيرمون، كي صار لي ايتيرمون الفيزو نيرو مسكولير ديتكتيت لي تيرمون هذاك وحولتو لي شنو هو ميساج نيرفو، يعني لهناش ولا عندي ان ميساج نيرفو. باهي هاك الميساج نيرفو هذاك
في الاخر وين يلزمو يوصل؟ يلزمو يوصل للسونتر نيرفو اللي هو لهنا السونتر دي ريفليكس للموالي بينير. اجي نصورو للموالي بينير، دونك للموالي بينير نتاعنا راه على قدي في التصوير، نحاول تفهم. هذه الراسين درسال باي، دونك النير نتاعنا هذه الموالي بينير حاجه هكا نورمالمون. هذه الراسين درسال باي، المساج نيرفو اللي موجود لهنا او نيفو دو موسكل باش يوصل للسونتر نتاعنا السونتر نيرفو موال ايبينير، مش باش يوصل بالواي فاي. اوكي، لازم فما دي كابل يوصلوه. شكون باش يوصلونا؟ شنو وصلونا؟ ان فيبر نيرفو سونزيتيف. اوكي، دونك فيبر يعني عصب حسي. اوكي، دونك سي تان نير سونزيتيف، باش نحسوا بيه، باش نهزوا الميساج نتاع الاحساس نتاع لي تيرمون. فهمتوا؟ الفيبر هذه اش نسميوها؟ ان فيبر نيرفوس اي ا، تتسمى اي ا. اوكي، دونك فيبر نيرفوس اي او ا صغيره. دونك الرول نتاعها هو انها توصل الميساج هذاك للسنتر. اوكي، هي هذه راهي ماهيش اكسون، هذه دندريت. تتفكروا النورون؟ كانت تتفكروا النورون منش تتكون؟ تتكون من كور سيلولير. الكور سيلولير عنده دي دندريت هكا، دونك دندريت لهنا ودندريت لهنا، كراميفيكاسيونات هذوك مسمينهم احنا دي دندريت. وعنده اكسون وعنده بوتون سينابتيك. تتفكروا ولا هذه الفيبر سونسيتيف هي دندريت، هي واحده من هذوم. دونك كانت تبعني شويه الدندريت، من بعد وين لازمها توصل؟ للكور سيلولير. دونك هكا الدندريت هذيك نتاع الفيبر اي تمشي هكا هكا هكا، والكور سيلولير نتاعها موجود لهنا في الجونغليون هذي باهي، موجود في الجونغليون في الراسين دورسال. هذا الكور سيلولير كانك فاهمني اللي باش يخرج من هنا شنو هذا؟ هذا الاكسون. دونك الاكسون باش تولي هكا، ولهنا شنو هما؟ لي بوتون سينابتيك ولا التيرمينيزون سينابتيك باهي. دونك ان شاء الله تكون فاهم الفازه هذي. دخلنا دونك الميساج هذا وصل توا للسونتر نتاعنا. اللي باش يصير في السونتر نحكيو عليه بالديتاي وحده مش لهنا، المهم فهمني اني فاش قاعد نقول. دونك عندي ميساج ديتكتيتو الفيزيو نيروموسكولير نتاعي، هزيتو الفيبر نيرفوس اي ا، وصل للسونتر نيرفوس، صار لو تريتمون ويلزمو يرجع لشكون توا؟ دونك فما فيبر اخرى اللي هي باش تعطي لوردر للميسكل باش يرجع لي تاني سال. هو ست الملوش عم صار له، صار له تيرمون طويل لازم يصير له كونتراكسيون. هاك الفيبر اللي باش تعمل الحكايه هذه اش نسميوها؟ فيبر موتريس، ماهيش فيبر نيرفوز، ماهيش سونزيتيف. اوكي، هي عصب حركي نجم تحرك الميسكل باهي. دونك الكور سيلولير نتاع الفيبر هذيك باش يكون لهنا مش كيما لهنا. دونك لهنا لي بوتون سينابتيك هاوما. اوكي، دونك لهنا الدندريت موجوده لهنا والكور سيلولير لهنا، اما الاكسون باش تعدى من هنا وترجع للمسكل نتاعنا. لكن رد بالك لهنا مهم على الاخر، وغالبيه الناس تغلط فيها، وداير وديجا قلت عليها من الاول. الفيبر هذه مش باش ترجع للفيزون نيرومسكولير، رد بالك فما ستركتور اخرى مسؤوله على الكونتراكسيون نتاع المسكل اللي هما لي فيبر اكسترا فيزال. فما دي ستركتور اخرين لهنا عم يرجعوا لنفس المسكل، اش باش نسميهم؟ فيبر extrafusal. دونك كانك فهمتني حتى شويه السونساسيون باش تصير، يعني الميساج الحسي هذاك نتاع اللي حسينا فما ايتيرمون، شكون هزو ولا شكون ديتكتي؟ ديتكتي تو فيزيو نيرومسكولير، عمل كونتراكت سموني، عمل كونتراكسيون نتاع الميسكل. شكون باش يعملها؟ باش نعملها الفيزو مش الفيزيو نيرومسكولير، المسكولير الفيبر اكسترافيزال. اوكي، دونك الفيزيو نيرومسكولير ديتكت الميساج، والفيبر اكسترافيزال هي اللي تعمل الكونتراكسيون. ان شاء الله تكون فاهمه. دونك ميساج مشى من هنا دخل للسونتر، صار له تريتمون، تو نحكيوا على تريتمون شنو. بعد رجع ميساج اخر موتريس للميساج. اوكي، دونك ميساج تاع كونتراكسيون، ميساج تاع حركه، رجع لشكون؟ للميسكل نفسه، عمل اللي فيبر اكسترافيزال. هذوما الفيزون نيرومسكولير هما فيبر انترافيزال موجودين في وسط الميسكل، هذوما موجودين على برا. دونك هذوما اكسترافيزال وهذوما انترافيزال. دونك الانترافيزال اللي هما الفيزون نيرومسكولير، والاخرين سميناهم لي فيبر اكسترافيزال. الرفلكس نتاعنا هكا كامل، دونك هكا رفلكس صحيح. فما ميساج وصل للسونتر، صار له تريتمون، خرج الميساج هذيك، عطى لوردر للميسكل باش يرجع لي تاني سيل نتاعو. كان نحسبوا لي ستركتور ولي زيليمون اناتوميك اللي مكنونا باش نعملوا الرفلكس شنو هما؟ اول حاجه هي الفيزون نيرومسكولير، دونك هذه واحد. اثنين الفيبر سونسيتيف اي ا، تنساو هي اللي هزت الميساج. ثلاثه السونتر نتاعنا الموالي بينير الكل باهي. اربعه الفيبر موتريس،
هذه الفيبروموتريس اروع، وخمسه لورجاني فيكتور بيدو الميوسكل نفسه. اوكي، فما شكون عادي لو صحيح حتى كان تقول الفيبر اكسترافيزال، اما خلينا نقولوا لورجان اللي باش يقوم بالكونتراكسيون دونك هو الميوسكل. باهي، اما حاجه قلتها في اول الفيديو انه كي الميوسكل هذا سكونتراكت هذا شنو لازم يصير؟ هذا لازم يصير ايتيرمون، هذا باش يصير كونتراكسيون ولا باش يرجع ليتا، هذا لازم يعاونو بالايتيرمون، لازم يمشي هكا. باش كون باش يقول له يمشي هكا، فما فيبر اخرى تو نحكيو شنو اللي صاير لهنا، اما ثبت معايا. دونك فما فيبر اخرى باش تخرج من النير هذا وتمشي للي فيبر اكسترافيزال نتاع الميوسكل انتاغونيست، باش تعطيه الميساج اوبوزي، مش باش تعطيه نفس الميساج. الميساج كان للميوسكل هذا بور سو كونتراكتي، لهنا باش يكون بور سي تيري. دونك اكل لي 5 كلمات اناتوميك اللي هما اللي هي المكنونه من الريفلكس ميوتاتيك، الفوزون نيرو مسكولير، الفيبر اكسترافيزال، سامحوني، الفوزون نيرو مسكولير، الفيبر سنسيتيف اي ا، السنتر، الفيبر موتريس والفيبر اكسترافيزال، باش نحكيو عليهم واحده واحده، كل كعبه واحده. نبداو بالهني، نحبكم تركزوا شويه، هذا شيء ما باش ريكابيتولاتيف، اما جوست اهم حاجه عندي اني انك تعرف حاجه. شفت الميوسكل هذا، هذه الكل الكارول الكبير هذا ميوسكل، هذا الخط المتقطع، دونك هذا الكل ميوسكل. شفتوا فما في الميوسكل زوز استركتورات ما تجمعش بيناتهم، لازمك تعرف تفرق. لي ريسبتور سنسوريال الفيزون نيرو مسكولير وحدها، والفيبر اكسترافيزال ولا الفيبر مسكولير وحدها. شفت دونك الميوسكل هذا الكل، الميوسكل هذا فيه هذوما الزوز، ماهمش كيف كيف. دونك ستيمولوس نتاعنا اللي هو لي تيرمون، صار ايتيرمون، لي تيرمون هذاك شكون ديتكتيه؟ ركز معايا شويه، اللي ديتكتيه هو ريسبتور سنسوريال لي فيزو نيرو مسكولير. اش عملوا؟ هزوا الميساج هذاك بالفيبر سنسيتيف اي ا، نسميوها زاده فيبر سنسوريال ولا افيرون. افيرون شمعنى؟ كي تبدا حاجه ماشيه من الاورغان للسنتر تتسمى افيرون او كي ا. دونك اول قمر هكاك اول حرف في الالفابي ا، دونك ميساج ميزيك يبدا ماشي افيرون، كي تبدا راجع يتسمى افيرون. اي دونك ستيمولوس نتاع ليتيرمون صار ليتيرمون ديتكتيتو الفيزيو نيرو مسكولير، اش عملت؟ حاولت اكلاكسيون ميكانيك، حاولتها لشنو؟ الميساج نيرفو. باهي، كي حاولتها الميساج نيرفو هزتها، الميساج هذاك الميساج نيرفو هزو الفيبر سنسيتيف اي ا، وصلوا للسنتر نيرفو للموالي بينير. الموالي بينير عملت له تريتمون وبعثته ورجعت الميساج مع شكون؟ مع فيبر نيرفوز موتريس. باهي، الفيبر نيرفوز موتريس باش توصل الميساج نيرفو مش للفيزون نيرو مسكولير، لهنا الغلطه تصير، ما يرجعش لهنا الميساج، يرجع للفيبر اكسترافيزال ليفيكتور، يرجع للميسكل. وشنو باش تكون الريبونس بور سو كونتراكتي؟ دونك الريبونس هي كونتراكسيون دو ميسكل، اكستنسيون دو لا جامب كان نحكيو على ريفلكس روتوليان، ولا دو بيي كان نحكيو على ريفلكس اشيليان. هذه هي جينيراليتي، دونك هذه لازم كان تعرفها بلاك دي، التفاصيل الحكايه فارغه على الاخر، لازم في تفهم فاش قاعد تحكي. يعني حتى كان تفوتوه الشابيتر باغ اكزومبل وتلقاك في بريود ريفيزيون، وقت تحب تتفكر الشابيتر هذاك جوست تبدا تتفكر هكا في الشيماوات، تولي القصه الكل واضحه عندك. اما كي تشد تحفظ لي في البي ا وحده، وتحفظ لي في البي ار وحده، البوتنسيال لوكال وداك شنو تتعب ياسر. اوكي، دونك الجينيراليتي مهمين على الاخر. باهي، نبداو طوابك لي 5 كلمات اناتوميك كل واحد وحده. اول حاجه حكينا عليها هي الفيزو نيورومسكولير ستار ريسبتور سنسوريال، هي شنية par définition؟ C'est un ensemble de fibres musculaires spécialisées enroulées par des terminaisons dendritiques. هي نفس الريسبتور تاع الريفلكس ميوتاتيك، قلت لكم بكري. دونك هي تقريبا شكلها هكا الفيزيون نيورومسكولير، حاجة عاملة هكا. مانيش باش نقول لكم على البارتي ميديان وبارتي كونتراكتيل ونون كونتراكتيل، راهي مش مهمة وما تجيش، دونك زايد على الاخر تتفا وتكسر في راسك بقى. المهم هي ستركتور عاملة هكا، المهم انك تعرفوا ان انترافيزال ماشي اكسترا، دونك موجوده في وسط الميوسكل، وانرولي مدوره بشنو؟ بدندريت. دندريت شكون يقول لي شنو ترى؟ الافيرونت هذيك الفيبر سنسيتيف اي ا، دونك هذه باش تخدم الخدمه، يعني الفيزون ميوسكولير باش تخدم الخدمه، والميساج باش تهزو هذه الدندريت باش تهزو. دونك هذه دندريت الكور سيلولير وين يكون ترى؟ يكون فك الجونغليون سبينال تاع الموالي بينير تاع الراسين دورسال، تفكرتها ولا بكري؟ دونك ومن بعد كالعاده نتصور تبارك الله فهمت الباقي. دونك من هنا الاكسون تدخل السبستانس غريز تاع الاموال، ومن بعد تخرج الموتريس وما ترجعش لهنا الفيبر موتريس، تمشي للفيبر، تمشي للفيبر اكسترافيزال. نتصور هذا فهمتو. دونك هذه هي شيماتيكمون، هذه هي الفيزون روسكولير. شفتوا كيفاه كي نحلوا الميسكل من الداخل نلقاوها الي سونسيبل لي تيرمون، دونك لي تيرمون ديتكتيف تحولوا ديريكت ميساج نيرفو يهزوا هذوما، ها هما لي فيبر سونسيتيف هذوما الاخضر. شفتوا هذاك مالي فيبر نيرفوز يهزو لي تيرمون اللي تحول لنا
الميساج نيرفي يهزوه لي فيبر هذا دونك يمشي هكا للسونتر نتاعنا. فهمتوني ولا نتصور مفهوم اللقطه ب ليش ما نصور يوضح كل شيء وتفهمها ان فابورتوت. شفتوا الميسكل فيه دو ستركتور، هذه بكري مركز مع الحاجه هذه خاطر مهمين. دونك عندنا هذوما هما اللي سميناهم حنا الفيبر اكسترافيوزال، هذوما فما كور كامل الميسكل سكيليتيك باش نهتموا بهذوما. تو ما يهموناش لهنا، اللي تعرفوا انهم يعملوا الكونتراكسيون اهم حاجه تعرف انهم الكونتراكسيون تصير بهذوما ما تصيرش لهنا. لهنا شنو هذه؟ دونك هذه هي الفيزيون نيروم سكولير، هذه باش تهز الميساج. دونك الميساج باش يخرج من عندها هي يمشي للسونتر، ومن بعد كي يرجع ميساج للكونتراكسيون ما يرجعش له، هي يرجع للي فيبر اكسترافيزال يرجع لهنا، هذوما اللي يعملوا الكونتراكسيون. باهي دونك الفيزيون نيروم سكولير هي ان ميكانو ريسبتور. علاش ميكانو ريسبتور؟ خاطر ستيمولوس نتاعها ستيمولوس ميكانيك، لي تيرمون حاجه ميكانيك. دونك ستام ميكانو ريسبتور كونستيتوي دو فيبر مسكولير موديفيي ديسبوزي باراليلمون او فيبر دو مسكول. Il est sensible à l'allongement de celui-ci et traduit un stimulus mécanique en un message nerveux. Donc les clés médiennes car au film Mbeki, on a parlé de la fusion neuromusculaire, on a parlé de la fusion neuromusculaire, comme خاطرها بالرسمي مهمة على الاخر. باهي باهي الفيبر هذيك دونك شاك فيبر اي فورمي دون زون ميديان. هذه الحكايات اللي قلت لكم لازم تحفظوهم على الفيزيون نيروم سكولير، انه فيها اون زون ميديان نون كونتراكتير اوتور دو لاكيل سون رول اون راميفيكاسيون تاع الفيبر نيرفوس سونسيتيف دو تيب اي ا. باهي الحاجه اللي بعدها دونك نفس الحاجه اللي بعدها اللي هي الفيبر سونسيتيف افيرونت الاي ا. شبيهم ce sont les dendrites de neurones sensitifs ayant le corps cellulaire donc تصور فهمتوها ayant le corps cellulaire dans le ganglion spinal de la racine rachidienne dorsale. Ces fibres conduisent le message nerveux né dans les fusions neuromusculaires vers le centre nerveux اللي هو la moelle épinière. هذا برسمي تصور ما شاء الله معناتها تفهمنا فيها وسي بون. دونك الشيما اللي فسر لنا عندنا ميسكل. شفتوا اهم حاجه بالرسمي اهم حاجه نحبكم تكونوا واثقين منها وفاهمينها لهنا، انه المسكل فيه دو ستركتور راهو مش نفس القصه. في زون نيرومسكولير تهز الميساج، هذا الكور سيلولير لا دونك الميساج نيرفو جا لهنا ميساج نيرفو في زون نيرومسكولير ولا تهز بالفيبر افيرونت سونسيتيف اي ا. هذا الكور سيلولير نتاع الفيبر هذيك موجود في الراسين في الجونغليون سبينال تاع الراسين دورسال، بعد دخل في سبستونس غريز صار له تريتمون ورجع بالفيبر موتريس الخضراء هذه ومشى للفيبر اكسترافيزال باش صارت كونتراكسيون. L'élément thalith, la moelle épinière, ou un centre nerveux des réflexes motatiques qui sont donc des réflexes médulaires. Le message nerveux sensitif est transformé en message nerveux moteur envoyé vers le muscle. Les fibres nerveuses motrices efférentes. Les fibres sont les axons des neurones moteurs ou motoneurones. خاطري باش تعطينا اكسيون الفيبر ريفيرون فهمتو. دونك الفيبر ريفيرون هذيك الفيبر موتريس باش تعطينا اكسيون، هذاك علاش نسميهم موتونورون. يعني نفس التسميات، تحب تقول نورون موتور، تحب تقول فيبر موتريس، تنجم زادة تقول موتو نورون. الكور سيلولير نتاعهم موجود في الكور انتيريور دو لا سوبستانس غريز ولا باش نعاود نشوفوها. هو الكور سيلولير نتاعهم هذا هو الكور سيلولير موجود فين؟ في الكور انتيريور اللي هو هذا الكور انتيريور الانتيريور تاع سوبستانس غريز تاع المول بينير. Donc, dans la substance grise de la moelle épinière, elle emprunte la racine rachidienne ventrale ou à l'antérieure, puis le nerf rachidien y transmet le message moteur au muscle concerné. Donc, le message sensitif, le message hissi, le haoul nabih, le terminal message nerveux, est adda la racine dorsale ou la racine postérieure. Ou le message moteur, le pchat, l'ordre du muscle pour se contracter, est adda min. من الراسين انتيريور ولا فونترال. تصور هذه فهمتوا قصة اللارك ريفلكس هذا القوس. اوكي دونك نجي نشوفو ستاناركو هكا عاد الفورمة هذي هذاك علاش يسميو لارك ريفلكس. باهي دونك حكينا عليهم ولا الامبرانت لراسين راشيديان فونترال ولا انتيريور وبوي لو نير راشيديان يترانسمي لو ميساج موتور او ميسكول كونسيرني. خامس واخر اليمون اناتوميك اللي هو لي زورغان افكتور سو سون لي ميسكول اتيري اي سون انتاغونيست تو سامبلومون. وما تنساوش كيما قلنا انه الميساج اللي يوصل للميسكول اتيري بور سو كونتراكتي ما يلزموش يوصل للميسكول انتاغونيست. الميسكول انتاغونيست يلزم يوصل له الميساج اوبوزي. هذه حاجه مهمه على الاخر ما نحبكمش تنساوها. دونك هذا اش حبيت نقول لكم، ان شاء الله نكون عاونتكم حتى شويه في البارتي هذا من الريفلكس ميوتاتيك. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو قادم. سلام.